أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن عملية التطوير المستمرة للقدرات الاقتصادية المحلية تتطلب تشجيع الفكر المبدع وتهيئة البيئة الداعمة له وتستدعي النظر في كافة الأفكار المطروحة. جاء ذلك خلال تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي المرحلة الثانية والأخيرة من قناة دبي المائية بإجمالي تكلفة 3,700,000,000 درهم للقناة الكاملة على امتدادها البالغ 12 كيلومترا بدءا من خور دبي وحتى مياه الخليج العربية. وقال سموه إن دولة الإمارات حريصة أن تكون دائما في مصاف المتميزين محافظة على موقعها في مقدمة الدول الداعمة للفكر المبدع الذي يمثل قاطرة التطوير وأساسا مهما من أسس التنمية، معربا سموه عن سعادته وارتياحه للوتيرة التي تسير بها الإنجازات المتحققة ضمن شتى القطاعات. وقد أشاد سموه بهذا الإنجاز الطيب والسرعة والأسلوب النموذجي الذي تم تنفيذه المشروع به، وقال سموه إن القناة الجديدة تعد إضافة مهمة لمعالم دبي الحديثة تذكرنا بالأمجاد التي صنعها جيل المؤسسين، لا سيما مع قيام المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه بإطلاق مشروع توسعة الخور، والذي يصنفه المؤرخون على أنه المحطة الأولى التي انطلقت منها مسيرة تطوير دبي وصولا إلى ما أصبحت عليه اليوم من مكانة جعلتها محط إعجاب وتقدير العالم. واستهل حفل الافتتاح بالسلام الوطنية، ثم انطلق الاحتفال عبر استعراض هوائي مغلق قدمه فنانون عالميون على الشلال المائي بعنوان مليون قطرة تصنع المحيطات، تضمن عروضا ذات ملامح تراثية. ثم شاهد سموه والحضور فيلما قصيرا بعنوان قناة دبي المائية الوجه الجديد لدبي، سلط الضوء على مشروع القناة الذي يأتي تحقيقا للحلم الذي بدأه باني دبي المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه بتعميق خور دبي في عام 1959 لتسهيل حركة الملاحة، وكذلك تنفيذ جسر آل مكتوم ونفق الشندغة وجسر القرهود، ليستكمل من بعده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله هذه المسيرة بتنفيذ المشاريع التنموية التي جعلت من دبي مركزا حضاريا واقتصاديا رائدا على مستوى العالم، حيث أطلق سموه مشروع ربط خور دبي بالخليج العربي عبر قناة دبي المائية والخليج التجاري بطول 12 كيلومترا. وتضمن الفيلم لقطات لمختلف مراحل سير العمل في المشروع الذي شمل تنفيذ 3 جسور تربط ضفتي القناة لعبور المركبات على شوارع الشيخ زايد والوصل وجميرة، حيث تم افتتاح جسر القناة على شارع الشيخ زايد بسعة 8 مسارات في كل اتجاه في 9 يناير 2016، وافتتح جسر الوصل بسعة 3 مسارات في كل اتجاه في 1 يونيو 2016، ثم افتتح جسر جميرة الذي يضم 3 مسارات في كل اتجاه في 9 يوليو من العام الجاري. عقب ذلك قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بوضع بصمته على لوح إلكتروني إذانا بافتتاح قناة دبي المائية وانطلاق أول مرحلة بحرية، ثم استقل سموه ومرافقوه يخت قناة دبي المائية 1 في جولة عبر قناة دبي المائية محاطا بمجموعة من وسائل النقل البحرية. تحولت القناة لمسرح مفتوح تضمن 4 مشاهد قدمت عبر شاشات عملاقة نصبت على جانب القناة، ثم
في المشهد الأول استعراض لمحة من تراث دبي البحري ورحلة الغوص شاركت فيه مركب فتح ومركب زعبيل، وهما مركبان كان يستخدمهما المغفور بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثرى في زيارة أول بئر نفط بدبي وفي رحلات الصيد. أما المشهد الثاني فسلط الضوء على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في استكمال مشروع ربط خور دبي بالخليج العربي عبر قناة دبي المائية والخليج التجاري بطول 12 كيلومترا. واستعرض المشهد الثالث روعة الحياة والمشاريع التنموية والحضارية على ضفتي قناة دبي المائية. أما المشهد الرابع فكان بعنوان قناة دبي المائية في أرقام، واستمرت جولة سموه في القناة حيث عبر اليخت أسفل الشلال المائي على جسر شارع الشيخ زايد، ثم عاد مرة أخرى في الاتجاه المعاكس وصولا إلى محطة حديقة الصفا للنقل البحرية. بعدها ترجل سموه من المركب عابرا جسر المشاة الأول، حيث التقى بمجموعة من الأطفال الذين قدموا لسموه الشكر على هذا الإنجاز الضخم الذي حول المنطقة إلى معلم حضاري عالمي. بعد ذلك توجه سموه لجولة في الممشى ليصل إلى مقر تدشين النصب التذكاري للقناة، حيث تسلم سموه من سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات لؤلؤة قام بوضعها على منصة التدشين ليظهر النصب التذكاري كمجسم اسطواني ضخم تندفع داخله مياه غزيرة على أشكال تمثل البيئة البحرية لدبي، لتنطلق الألعاب النارية في جسر القناة على شارع الشيخ زايد وفي حديقة الصفا، كما تمت إضاءة برج خليفة والإعلان عن افتتاح القناة، وقد التقطت الصور التذكارية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق العمل الذي أشرف على تنفيذ المشروع من هيئة الطرق والمواصلات ودبي القابضة وميدان ومراس القابضة. حضر حفل تدشين المشروع الذي أقيم في شبه الجزيرة بالقرب من حديقة شاطئ جميرة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي رئيس دبي القابضة، وسعادة مطر طاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسعادة سعيد بن حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميدان، وسعادة عبد الله أحمد الحباي رئيس ميراس القابضة، وعدد من أعيان البلاد والفعاليات الاقتصادية والإعلامية في الدولة ورؤساء ومديري الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية. والله أنا سعيد مثل ما الكل سعيد بهذا المشروع، ولا تنسى أن خور دبي حوالي 12 كيلو وهذه القناة بتكون 12 كيلو يعني توصل له. ثاني شيء، في الماضي كان خور دبي يطلع على غدير الطير اللي هو الحين برج خليفة، ومن ثم يدخل إلى البحر الشمالي. فيعني نحن ما سوينا إلا عدنا الخور إلى ما كان قبل الدفن ويندفن وكذا من الرياح والرمال وكذا. فحين الحمد لله يعني أصبح، لما أعلننا عنها كانوا كثير من المتشائمين والخبراء يقول هذه بتخرب على البيئة، وما عرفوا أن هي بتحسن البيئة. صحيح. فالحمد لله يعني هذه شيء إنجاز لدولة الإمارات، أشياء كثيرة باجية. أنت شوف اللي جاء اللي حاصل الحين، أما بعد إن شاء الله نحن ما بنتوقف، نحن ما نتوقف عندما يشك فينا الآخرين.